انما ايه، سكر خفيف. سكر خفيف حبيبي الغالي، وانا ليا غيرك. طيب استاذنكم انا، وان احتجتوا حاجه ابقى قول يا محروس. عايزاك وانا والله انا مش بهزر. يوه، وانا يعني اللي بهزر؟ روح نتقابلوا في البيت نتكلموا براحتنا. لا مش هينفع، انا عايزك دلوقتي هنا. ما ينفعش الناس تشوفنا يقولوا ايه؟ ناس مين؟ انت بمزاجك ولا ايه؟ مره تقولي الناس مش هماك، مرة تقولي لازم ناخد بالنا. هو في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايطة كده ليه؟ أنا حامل. طب مبروك، متربى في عزك. أنا مش بهزر. بقول لك ايه؟ أنا مش عايز وجع دماغ. روح البيت بدل ما أمي تدور عليكي وما تلاقيكيش. شوف أنا بقول لي وهو بيقول لي، بقول لك أنا حامل. طب وأنا أعمل لك ايه؟ هو ايه اللي تعمل لي؟ أنت مش واخد بالك ولا ايه؟ واخد بالي من ايه؟ واخد بالك ان اللي في بطني ده هيبقى ولدك. بقول لك ايه؟ انا مش فايق للهبل ده على الصبح. هبل ايه؟ انا بقول لك اللي حصل وانت لازم تقول لي هنعمل ايه. بقول لك ايه يا بنت المجانين انت؟ انا مش ناقص، ابعد عني. مش ناقص. طب خلي بالك إن أنا ولا يهمني، هقول حتى لو فيها موتي. أنا ما خلفش واد والدة حرام. نزليه. إيه؟ هنزله؟ لا انسى. إن كنت فاكر إنك تاكل الوكلة وترمي اللي فايد منك في الترعة تبقى غلطان. أنا لا أب ولا أم ولا أخ، يعني وحدانية. وإن كنت فاكر إني أخاف على شكلي وسمعتي في البلد، أقول لك طز، مش مهم. مهم عندي إنك تبقى مفضوح زيي. ولا أعرفك. وروح ارمي بلاكي على حد تاني. بجكده؟ يا أهل البلد! يا أهل البلد! بنت المجانين، أنت مجنونة! مجنونة، وأنت لسه ما شفتش الجنان اللي على أصلي. تفضحي نفسك عادي كده؟ كده كده الفضايح جايه جايه، تبقى فضيحتي وفضيحتك. وهون عليكي. بقول لك ايه؟ شغل التعابين ده انا ما احبهوش. هي كلمه واحده، هتعمل ايه يا حسن؟ نفكره. لا يا حبيبي، الحاجات دي مش عايزه تفكير، وحلها واحد ما فيش غيره. اللي هو؟ نتجوزه. طبعا. ما انا كنت عامل حسابي على كده. خلاص. طالما انك كنت عامل حسابك على كده يبقى نتجوز دلوقتي النهارده حالا. يا بنت الحاجات دي ما تجيش كده، الحاجات دي عايزه ترتيب. وانت لما كان بيجي لك مزاجك انت بترتب ولا بتحضر؟ جرايه يا ابو المرجله. واه واه واه، فين مفيده الهاديه الجميله المطيعه؟ هاديه وجميله ومطيعه ده لما كنت بتخاف علي وحس منك انك قلقان مش عايز تسيبني. لكن دلوق اللي أنا شايفاه قدامي خسة وندالة بعيد عنك. لا أنا بس اتفاجأت يا مفيدة. ليه؟ وانت كنت فاكر اللي بنعمله ده آخرته ايه؟ آخرته اسكندرية إن شاء الله. دمك خفيف قوي. بقول لك النهاردة الليلة يا حسن، انت فاهم؟ الحياة هنا شكلها حلوة قوي. حلوة عشان بتيجي يوم ولا اثنين. تعرف بنت؟ لا بنت. شكلك عايزة تتفشي بره البلد. عايزة ابعد. الحياة هنا صعبة في كل حاجة، النفس اللي طالع واللي داخل بتعدى عليكي. لا مش فاهمة انت تقصدي ايه. هنا الدنيا ضيقة والعيون راصدة اللي رايح واللي جاي. مفيش واحدة تطلع من بيتها الا كل لسان يسأل ويقول هي رايحة فين وجاية منين.
معقولة لسه في الحاجات دي بتحصل؟ الناس هي الناس، عمرها ما هتتغير. لا دي على كده العيشة صعبة قوي، وأنا اللي كنت بفكر أجي أعيش هنا. تعالوا، لو استحملتوا يوم يبقى لك الكلام. طب أنت ليه ما فكرتيش تيجي مصر؟ أنت تقدري تبيعي كل حاجة ليكي هنا وتنزلي مصر تاخدي أحسن شقة في أحسن حتة فيكي يا مصر وتعيشي ملكة. بس هعيش لوحدي؟ وليه تعيشي لوحدك؟ ما أنا معرفش حد في مصر. يا سلام، ما تتجوزي. أتجوز؟ أيوة طبعاً، أنت ست حلوة قوي وجميلة وغنية طبعاً، والرجالة اللي تحب تقرب منك أكتر من الهم على القلب. أنت شايفة كده؟ يعني أنت لو مني تتجوزي وتسيب البلد وتعيشي في مصر؟ بصي، أسيب البلد دي أكيدة، بس هتجوز دي بقى فيها كلام. بقولك إيه، اللي بتتكلم دي أكتر واحدة هتموت وتتجوز. أتجوز عن حب مش أي جواز. الحب ده عندكم أنتوا هناك، إنما إحنا هنا؟ لا، الحب في كل مكان، هنا وهناك، بس إحنا بقى اللي مش عايزين نعيش، أو معنى أصح يعني بنكره إن إحنا نعيش، مقفلين علينا كل البيبان وبعد كده نرجع نشتكي. وإنت يا زينة إيه رأيك؟ والله أنا مش عارفة أقول لكم إيه، بس اللي أنا متأكدة منه إن أنا عمري ما هتجوز إلا الشخص اللي أحس إنه معايا. بتحبيه يعني؟ لأ، معايا مش بحبه. هفهمك، يعني الحب مثلا، الحب ممكن يخلص، الشخص اللي انت تعرفيه النهارده وبتحبيه ممكن بكره تلاقي نفسك ما بتحبهوش، او تكتشفي انه مش هو ده الشخص اللي انت كنت بتتمنيه. النهارده اللي معاكي مالي عينك وقدامك ممكن يحصل اي موقف يتكسر قدامك او يضعف وتكتشفي ان انت كنت غلط مثلا، بس بقى اللي معاكي ده اللي معاكي، لا انت ينفع تسيبيه ولا هو يعرف يستغنى عنك. لا انا مش فاهمه. ما بلاش عقد وكلاكيع بقى وسيب الست في حالها. لا كلامها حلو، انا عايزه افهم. اللي معاكي ده يا ستي بيبقى ايدك في ايده، عايز ينجح هو معاكي، بيفكر في مستقبله بصوت عالي، مش هيقعد بقى يعمل حساب ان هو الراجل وان انتي الست، ممكن تلاقيه مثلا عيط قدامك. يا مري، تعرف ان انا لما بشوف في التلفزيون راجل بيبكي كده ومرته ولا حبيبته بتحضنه بقول يا سلام، نفسي في اللحظه دي. على فكره اللي بيعيط قدام حد ده بيبقى بيحبه قوي او بيبقى ضعيف قوي. معلش برضو، الضعف الانساني لازم يحترم. الراجل ما كانش يقف يقول انا قادر على كل حاجه في الدنيا ما يبقاش راجل. انتوا بتتكلموا ازاي؟ دي غريبه. على العموم ابقي تعالي لي وزوريني يا زينب كل ما تيجي هنا. يلا عشان اوصلكم. يلا. شتمتني وضربتني زي ما كنت حرامي في مولد. رتال عملت كده؟ ايوه، شتمتنا وضربتنا، حتى سلبتك عمرها ما بتكذب. ايوه، وتعرف يا بوي ولا عملوا اعتبار لاي حد ولا همهم اي حاجه. هما فين دلوقتي؟ طلعوا. هيقعدوا ليه؟ ما خلاص عملوا اللي هم عايزينه. واقول لها يا بنت عيب بصيش في ورق عمك، تقول لي عمي وجريت عليك كلام، اعوذ بالله عيفش، حتى الدراج اللي انت قافلها بمفتاحك كانت عاوزه تكسرها. ولما قلنا لهم عيبك ده ضربونا وبهدلونا وفضحونا. عشان لما اقول لك دول عدوين تصدقني، اقول لك دول ما بيحبوناش تصدقني. يا مرار الطافع يا مرار الطافع يا اخويا، هتلاقيهم عند عبد السلام، راحوا لاخوها عبد السلام. ست فوزيه عنك. ما تجيناش يا محروس، ما تتعبش روحك. اتعب روحي ايه؟ هو انا طول لما اتعب روحي علشان خاطرك؟ بعد كده لما تعوزي حاجه ابقي شيعي لي اي حد وانا اجيب لك اللي انت عايزاه لحد عندك ولا تتعبي نفسك. ده انا كنت بجيب حتتين قماش. وماله؟ اجيب لك الدكانه لحد عندك. يا سلام، هو انا طول اخدم ست الكل. تسلم يا محروس. مش انا اشتريت دار؟ والله الف مبروك. الله يبارك فيكي، بحري انما ايه؟ عسل والله. ايه؟ ناوي تتجوز ولا ايه؟ يا ريت. يا ريت؟ يا ريت ايه؟ انت بس شاور على احسن بنت في البلد دي كلها وانا اجوزها. انا بصراحه اللي عيني عليها يعني ممكن تكون شايفاني قليل عليها. قليل ايه؟ ده انت راجل مالو هدومك وكسيب، وبعدين خلاص بقى عندك بيت ودي اهم حاجه. اللي عيني عليها فوق عاليه قوي وانا بصراحه تحت. تكونش بنت العمده يا واد؟ بقول لك اللي بحبها فوق وعاليه، تقولي لي بنت العمده؟ ما تنطق يا مجندل انت. يعني اقول؟ ما تقول. انا هقول. يه، ما تخلصني بصراحه. يعني
انت يا ست فوزية. نهار ابوك غبر. ها ها ازاي محروس يتجرأ ويقول لي كلام زي ده؟ لا انا مش لازم اسكت، انا لازم اقول لعبد الحكيم، لازم يعرف مقامه ويعرف ان انا ست وتاج راسه كمان. قال محروس قال طب ما هو قالك دي، قال انك فوق وعاليه قوي، قال انه مستحيل يقدر يوصل لك او حتى يطولك، وانه عارف انك مش هتردي عليه، وان انت بالنسبه له حلم. وبعدين فيها ايه يعني لما يقول انه عايزك؟ يا ويلك يا فوزيه، بقى تصومي كل ده وتفطري على بصله؟ لا لا يمكن. ها قال محروس، قال محروس ده أجري شغال عندنا بلقمته، قوم اتجوزه؟ لا 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 لا. طب وفيها ايه يا بنت؟ هو يعني الواحد يقدر يمسك قلبه لما يدق، ولا لما يبقى له شوك في حاجه؟ وبعدين محروس ده راجل طول بعرض، ماله يعني؟ عشان فقير وماله؟ ما كلنا فقراء، هو في حد يملك من امره شيء؟ يا لهوي. طب وسيد؟ يا مرارك يا فوزية، يا مرارك، تنين في يوم واحد يعني تفضل ناشفة محجرة كده ولما ربنا يفرجها تتفتح على البحري؟ عشان تعرف يا بنت انك لسه عليك الطلب، وانك حلو حلوة وقمر، انت بس اللي حاجبة روحك عن الناس. يخيبك يا محروس، يعني ممكن يكون في ألف واحد عايزك يا بنت يا فوزية في البلد، وخايف زي الواد محروسك ده وحاسس انك فوق وعالي عليه وانك بعيد عنه؟ أيوة أمال، أكيد يقطع الفلوس ودجاجها. أنا لسه حلو، أه والله حلوة وصبية، اليومين دول بينهم يومينك يا بنت. يا دي البخت المهبة، يا دي السواد والحزن، يعني ما يجيش العريس إلا وأخوك ميت؟ ده إيه البخت المطين ده؟ جمعنا محتاجة حاجة؟ آه قول لي إيه أخبار مروان؟ أخباره في إيه مش فيه؟ أنا قلت إنك هتقنعه يشتغل معاك. وأنا قلت لك يا روحي ده كان زمان. أنت صعبة قوي. بقول لك إيه يا حبيبتي؟ هو مروان يعني اتكلم معاك إنك تقولي لي أشاركه أو أشغل له فلوسه أو حاجة يعني من الحاجات دي؟ أكيد لأ، بس أنا شايفة إن إحنا ممكن نستفاد منه كويس قوي، ده مليونير. يا روحي أبوه مش هو. وماله يعني؟ طيب بصي، أبوه لو كان عايزه يكبر كان عمل كده من زمان، بس هو عايزه طول الوقت يفضل تحت طوعه، زي ما بيقولوا كده عندهم في الصعيد. بس مروان عايز. وإيه المشكلة إن هو عايز وأبوه مش عايز؟ يعني الراس الكبيرة في الآخر هتقول لأ، أنا هقعد طول الوقت بقى أضيع وقت ومجهود على الفاضي. اللي تشوفه خلاص. بس انت يا روحي في حاجة تانية. يعني أنا شايفة إن احنا ممكن نكسب من وراه كويس قوي. يا حبيبتي مروان ده آخر واحد ممكن نستفيد منه. بقول لك إيه؟ شوفي لك سيدة تانية. إيه سيدة تانية دي؟ هو أنا هنصب عليه يعني؟ لا، بس أنا عمال أقنعك إن مروان ده لو كان عايز يخرج من تحت طوع أبوه كان يعمل كده من زمان جدا. إحنا نخليه يعمل كده. وأنا إيه أصلاً اللي يخليني أضيع وقتي ومجهودي مع واحد أصلاً أنا مش عايز أشاركه؟ بصي أنا حلو أوي كده. على السلامة يا روحي.